حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا ابن أبي عدي، وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا عبد الوهاب جميعا عن راشد أبي محمد الحماني، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يقول: سمعت خباب بن الأرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سليمان بن عتبة، حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري بن إسماعيل حدثه أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه، بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا أبو عاصم عن شبيب: سمعت أنس بن مالك أو حدثني أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها
والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له حتى عد عشرة من هذا الضرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. حدثنا الحسين بن أبي السري حدثنا عبد الله حدثنا سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن الصمت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يحيى بن الحارث الدماري سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال ابن ماجه هذا حديث المصريين. حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن، وهذا حديث الرقيين. حدثنا سهل حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا أبو يحيى حدثنا زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أنس بن عياض حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أنس بن عياض حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال الليث بن سعد حدثني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن عبد الله اليماني حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تنبذوا التمر والبسر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر وانبذوا كل واحد منهما على حدته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد قالا حدثنا عاصم الأحول حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. وقال أبو معاوية نهارا فيشربه ليلا أو ليلا فيشربه نهارا. حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمة وقال كل مسكر حرام. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقرع. حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثتني رميثة عن عائشة أنها قالت أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء
وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسق تضرم على أهل البيت بيتهم. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. حدثنا عصمة بن الفضل، حدثنا حرامي بن عمارة بن أبي حفصة، حدثنا حريش بن خريت، أنبأنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عروة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان يتنفس في الإناء 3، وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه 2. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن أكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنث فخرجت عليه منه حية. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن أكرمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما، فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الشرب قائما. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرى، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام إذا طرح القدح فقال: أف هذا مع الدنيا. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا كرعنا. قال: عندي ماء بات في شن. فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش، فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب، ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد. حدثنا أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قالا: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساق القوم آخرهم شربا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه.